الوزارة ركزت على موضوع استدامة الأعمال خصوصا فيما يخص الخدمات التي تقدم للشرائح المستفيدة من أعمال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. فالعمل إن لم يستديم فلن يكون له أثر. وبما أننا نتحدث اليوم عن رؤية 2030، فبالتالي الاستدامة هي أهم محور حقيقة وأهم مفهوم لابد أن نركز عليه. فبالتالي الاتفاقية اللي اليوم تم توقيعها لم توقع لسنة واحدة، فهي اتفاقية مستمرة راح يتم تعظيم أثارها كل سنة بإذن الله تعالى مع شركة لوبريف، سيتم تطويرها سنويا. وبالتالي الإدارة المعنية عنها في داخل الوزارة هي إدارة الشراكات الاستراتيجية، فهي شراكة استراتيجية لخلق عمل مستدام، عمل يتطور إن شاء الله مع الوقت، عمل يشاهد الثمار بإذن الله تبارك وتعالى الساكنين في ينبع قريبا بإذن الله.